national, qu'il s'agisse des droits de l'homme, qu'il s'agisse des conflits interrégionaux. Pourquoi ? Eh bien, en dehors de, de cette parenthèse, je m'excuse de dire... هذه الندوة ستناقش أهم التحولات التي يعرفها العالم اليوم في ظل الأوضاع الجديدة المتميزة بتطور جيل جديد من الحروب ومن الأزمات ومن العلاقات الدولية التي أفرزت وضعا جديدا سماته البارزة هو ظهور قوات اقتصادية وعسكرية جديدة وكذلك ظهور تحالفات جيوستراتيجية جديدة وكذلك ظهور تصور جيوستراتيجي جديد يتميز بتركيز هذه التحالفات على معطى أساسي وهو تغليب المصلحة الوطنية في أفق تحقيق الأمن الإنساني في هذه الأوطان وهذه البلدان، إن تعلق الأمر بالأمن الغذائي أو الأمن الصحي أو الأمن الطاقي أو الأمن العسكري. فعلاً هذا الملتقى له أهمية كبرى، هو أول ملتقى سنوي يناقش بعض القضايا الحيوية التي يعرفها المغرب والمغرب الكبير وكذلك المجتمع الدولي، واليوم نناقش مسألة من الأهمية بمكان الجميع يعرف ما يجري في أوروبا، الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتي أصبحت لها أبعاد شمولية. هذه الحرب قائمة بين دولتين ولكن آثارها ومضاعفاتها تمس العالم بأسره، ومن هذا الجانب اليوم بالذات سنناقش إشكالية من الأهمية بمكان وهي المضاعفات التي قد تحدثها هذه الأزمة الدولية خاصة على البلدان النامية. نعلم بالفعل أنها ستؤثر على المستوى الشمولي في توازن القوى الشمولي، في العلاقات القائمة بين المعسكرين الشرقي والغربي، في تطور كثير من النزاعات من حولها، ولكن بالنسبة للبلدان النامية بالخصوص الوضعية ستكون أسوأ بكثير. فوضعية المجاعة والتدهور التي قد تعرفها عدة بلدان نامية، كذلك الأزمة الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الغاز والبترول، كذلك ترابط هذه الأزمة مع أزمات سابقة ولاحقة بما فيها أزمة كوفيد 19 ثم أزمة الجفاف والتصحر، فهذه الوضعية ستصبح مأساوية بالنسبة للعالم النامي، ونرجو أن نستطيع الخروج ببعض التوصيات وبعض الملاحظات التي تؤثث لمستقبل أفضل لبلدنا وللمجتمع الدولي. إذن أصيلة تصر دائما على تذكيرنا ومنذ 4 عقود أنها فضاء لتعميق الحوار والنقاش وبحث مختلف الإشكالات والمواضيع حتى الأكثر حساسية. اليوم سعدت بالمساهمة في نقاش حول الأزمة الأوكرانية، نتائجها، مخلفاتها وما يترتب عنها، خاصة بالنسبة لمنطقتنا جنوب البحر الأبيض المتوسط وفي إفريقيا. أكدت على ضرورة القيام بكل المساعي من مختلف الفاعلين والمتدخلين لإنهاء الحرب بشكل عادل، بشكل منسجم مع القانون الدولي، والتفكير في أن العالم فيما بعد الحرب سيؤسس وضعا جديدا سيكون مختلفا عن ما سبقه، وبالتالي نحن مدعوون إلى التفكير في إصلاح منظمة الأمم المتحدة، إلى التفكير في إيجاد آليات دولية لتدبير الوضع الجديد في أوروبا وفي العالم. علينا أن لا نكون خارج المساعي الدولية لصياغة النظام الدولي الجديد وأن نسهم في بنائه بناء يمكن العرب والمسلمين من إسماع صوتهم ومن التأثير
في كل الحلول المقترحة وفي كل القضايا الدولية. شكرا. ذاتية التعلم، الآلات ذاتية التعلم، هذا تغير اجتماعي إنساني عميق، لأننا سيصبح القسمة ليست بين بشر أغنى وبشر أفقر.